وهذا سائل يسأل هل تقبيل الزوجة ينقض الصيام وهل لمسها أو السلام عليها باليد ينقض الوضوء؟ نرجو الإفادة بارك الله فيك. لا إلا إذا يعني أنزل أو اشتهى فإنها قد تفسد الصوم. أما القبلة يعني للصائم يعني لا بأس بها رخص بها يعني للعلم. وجاء في الحديث حديث ابن عاش رضي الله تعالى عن الصحيحين أن النبي ربما كان يقبل ويباشر وهو صائم فسئل به فقالت ولكنه قد كان أملككم لإربه يعني شهوته. أما من قبل ثم بعد ذلك انزلق بعد ذلك فأنزل أو انزلق بعد ذلك إلى جماع نهوي فقد يفسد صومه فينبغي خليه بعيد أحسن. نعم.